مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أمن العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 85، وعنوان حلقتنا هل تاب ابن عثيمين قبل موته؟ شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ ابن عثيمين وهو بيثبت الإيذاء لله وبينفي الضرر، ونشوف الفيديو عشان نفتكر كلامه. وجواب أن الأذى غير الضرر، قد يحصل الأذى بدون ضرر. أرأيت لو جلس إلى جنبك رجل رائحته كريهة تتأذى أو لا؟ تتأذى. هل تتضرر؟ لا. فلا يلزم من الأذية الضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت الأذية، لكن الضرر شيء والأذية شيء آخر. وفي حلقة النهاردة هثبت ليكم أن الله بيحب الريحة الكريهة، ونروح لشرح ابن حجر لصحيح البخاري وشوفوا معايا ابن حجر قال إيه. أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح الزاكة من صفات الحيوان. ابن حجر بيشرح الحديث والذي نفس محمد بيده لخلوف الفم الصائف أطيب عند الله من ريح المسك، وبيقول ابن حجر في خلاف ان ريحة خلوف فم الصائف أطيب عند الله من ريح المسك، مع ان الله منزه عن استطابة الروائح. وطبعا خلوف فم الصائم هي ريحة البق لما الواحد بيجوع، او ريحة المعدة يعني، والريحة دي ريحة كريهة، لكن الله بيشم الريحة دي أطيب من المسك، يعني إله الوهابية بتعجبه يعني الروائح الكريهة، مش كده وبس، لأ دي بالنسبة لإله الوهابية أطيب من ريح المسك. في نقطة أنا عاوز أقولها وياريت اللي بيسمعها يتأكد منها، لأني أتوقع أن الكلام اللي هقوله ليه مستند من واقع الكلام ده، هو أن عن خلوف فم الصائم طبعا كتير من العلماء الوهابية رجحوا أن خلوف فم الصائم ريحة بتخرج من المعدة، الصائم معدته فاضية فما فيهاش حاجة، وريحة الخلوف عاملة زي ريحة الأكل المعفن يعني، فممكن نقول إن الأكل اللي في بداية العفونة طبعا المعدة فارغة مفيش أكل، لأن معدة الصائم هضمت الأكل والأكل بقى فين. شوفوا معايا الشيخ ابن عثيمين هيقول إيه، برغم إن أنا طبعا المعلومة الطبية دي غلط، لأن الريحة دي بتبقى إن اللعاب بيكون مفيش لعاب، واللعاب ده هو اللي بيقتل البكتيريا، فعشان كده الريحة هي اللي بتطلع من فوق، لكن علماء المسلمين دايما يعني بيفتوا ويعملوا فيها دكاترة يعني، ونشوف الفيديو اللي جاي هيقول ايه. طيب هذا الحديث فيه دليل على ان المسك من اطيب انواع من اطيب انواع الطيب، وهو كذلك، ولهذا قال ان خلوف ويجوز خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، مع ان خلوف فم الصائم وهي الرائحه التي تكون بسبب الصوم وهي رائحه مستكرهه في مشام الناس، لانها تكون عند خلو المعده من الطعام، يكون لها رائحه كريهه، هي مكروهه عند الناس، لكن عند الله اطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته عز وجل، وكل ما نشأ عن الطاعة فهو خير ومحبوب إلى الله. أرأيتم دم الشهيد؟ والدم كما نعلم مستقدر في عرف الناس، دم الشهيد يأتي يوم القيامة ودم وهو يثعب دما، أو جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الريح المعفنة دي عند الله أطيب من ريحة المسك. المفاجأة إن ابن حجر برضو بيعتبر الريحة دي طيبة، ودلوقتي هنشوف ابن حجر هيقول ايه. شوفوا معايا بيقول كده، اطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون خلوف او الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك، مع انه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح الزاكية من صفات الحيوان. ابن حجر ينزه الله عن ايه؟ عن انه يشم الروائح الطيبة، يعني ريحة خلوف فم الصائم اللي جاية من البق اللي ريحتها ريحة وحشة، الله منزه انه يشمها لأنها ريحة طيبة. ونشوف رد الشيخ البراك على شبهة ابن حجر. الشيخ البراك بيقول إيه، مع إن سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، هذا الجزم من الحافظ رحمه الله بنفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات لا يذكر عليه دليلا إلا قوله إذا ذاك من صفة الحيوان. أنا مش هعلق كتير على كلام الشيخ البراك، لكن هو زعلان على ابن حجر انه مرديش يثبت لله استطابة الروائح. لاحظوا معايا بعد الكلام اللي قلت عن الريحة والروائح، هعيد كلام ايه الشيخ الوهابي ابن عثيمين، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي.
والجواب أن الأذى غير الضرر، قد يحصل الأذى بدون ضرر. أرأيت لو جلس إلى جنبك رجل رائحته كريهة تتأذى أو لا؟ تتأذى. هل تتضرر؟ لا. فلا يلزم من الأذية الضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت الأذية، لكن الضرر شيء والأذية شيء آخر. اتضح لنا يا وهابية أن إلهكم مش بيتضرر من الروائح الكريهة دي، تعجبه ويستطبها، يعني ريحتها طيبة بالنسبة لي. أنت جايب المثل ده ليه؟ وطبعا كلمة الضرر شيء والأذية شيء آخر، كلمة صحيحة. الضرر لا تثبت في حق الله، أنا قلتها قبل كده، لكن الأذى هو الثابت في حق الله، والأذى لا يكون أذى إلا إذا كان له أثر. وأنا بس يعني أثبت بما لا يدع للشك ان الاله الوهابيه طالما ان الاذى يقع عليه حقيقه فلا بد ان يكون لهذا الاذى اثر. ولو الوهابيه قالوا الاذى ملوش اثر، يبقى في الحاله دي الاذى غير حقيقي، يبقى كده بيأولوا او يفوضوا زي ما عملوا مع ايه الحق. وطالما ان الاذيه ثابته لله حقيقه، زي ما بيقول ابن عثيمين، فاثر الاذيه ايضا ثابت لله حقيقه. وشوفوا معايا الفيديو ده. اذا الاذيه ثابته، أفهمتم؟ الأذية الثابتة ويجب علينا إثباتها، لأننا لسنا أعلم من الله بالله، صح؟ نعم. شفتوا كلام الوهابي ابن عثيمين، وهو بيقول يجب علينا إثبات الأذية لله لأننا لسنا أعلم من الله بالله. طيب منين جبتوا إن الأذية لها أثر على الله غير لو في نص بينفي أثر الأذية على الله؟ لو ما فيش نص بينفي أثر الأذية على الله، يبقى يجب إثبات وقوع أثر الأذية على الله. وطبعا الكلام ده ما عجبش الشيخ الأشاعرة الدكتور عبد القادر الحسين، وشوفوا معايا قال إيه في الفيديو اللي جاي. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله يؤذيني أي يلحق بي الأذى، يلحق بي الأذى يعني العبد يؤذي ربه. فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق بدليل ليس كمثله شيء. والحقيقة أن اعتراض الشيخ الأشعر الدكتور عبد القادر الحسين في محل، وخصوصا لو عرفت التناقض الوهابية في صفة الأذية أو صفة الإحساس أو صفة عدم وجود الضرر على الله. ومن عجائب الوهابي يعني ابن عثيمين أنه بيقول الأذية تضحك بالله، ولكنها أذية ليست كأذية المخلوقين، والدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب أمال ليه بتقولوا أنها أذية ليست حقيقية؟ ما تقول أنها أذية حقيقية ولكن ليس كمثل أذية المخلوقين، هو الحساس الرحيم مثلا. ونشوف الشيخ ابن عثيمين هيقول إيه. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا صفات الله كلها ليست، نعم، ليست كصفات المخلوق. أكرر سؤالي للوهاب بن عثيمين أو لتلاميذه اللي لسه على قيد الحياة، وأقتبس من كلام الوهاب بن عثيمين، لكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق، من الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المفروض الجملة تكون كده، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق وله أثر على الله، ليس كأثر الأذية على المخلوق. وش الدليل؟ زي ما هو بيقول قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخيرا أختم معاكم بكلام الشيخ الأشاعرة الدكتور عبد القادر الحسين: الله يلحق به أذى؟ ألا تتقي الله سبحانه يا ابن عثيمين؟ مات الرجل، نسأل الله تعالى أن يكون يعني قد تاب من هذا الهراء قبل أن يموت. لكن هذا الكلام الباطل لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه. الله يناله أذى، اسمع حتى لا أتقول، يؤذيني أن يلحق به الأذى. فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها. بعد إيه صفة الأذية؟ يعني ربكم يناله الأذى يا جماعة، صفة ثابتة لله، لم يقل صفة في ناس يترصدون لي بالمرصاد. وأضم صوتي لصوت الشيخ الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين: هل مات الوهابي ابن عثيمين على هذه العقيدة الفاسدة المفسدة، أم إنه تاب قبل أن يموت؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ودي يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.